الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله نفتتح لقاءنا هذا بإذن الله تبارك وتعالى، نتكلم فيه عن بعض اللطائف الإيمانية من شرح كتاب فوائد على رياض الصالحين، ونسأل الله تبارك وتعالى القبول والسداد. أعظم الاستعداد هو الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عنه: أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. فجعل في الحديث أمرين: ذكر للموت والإكثار منه. ودائما الذي يكثر من ذكر الموت ويذكر نفسه به فهو مستعد للقاء الله تبارك وتعالى، يعالج النقص الذي عنده ويعالج القصور الذي يعتريه، وهو يعتري كل مسلم. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر إلى أمامه فلا يرى إلا النار. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكر الذهبي رحمه الله الكبائر من المواعظ البليغة للاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى، قال: أين الذين كنزوا الكنوز وجمعوا وأملوا من الشهوات وشبعوا، نصب لهم شيطانهم أشراك الهوى فوقعوا، وجاءهم ملك الموت فذلوا له وخضعوا، وأخرجهم من ديارهم فلا والله ما رجعوا. وكيف قرت لأهل العلم أعينهم، أو استلذوا لذيذ العيش أو هجعوا، والموت ينظرهم جهرا علانية، لو كان للقوم أسماعا لقد سمعوا، والنار ضاحية لا بد موردهم، وليس يدرون من ينجو، ومن يقع قد أمست الطير والأنعام آمنة، والنون في البحر لا يخشى لها فزع، والآدمي بهذا الكسب مرتهن له رقيب، على الأسرار يطلع، أفي الجنان فوز لا انقطاع له، أم في الجحيم فلا تبقي ولا تدع. اللهم أحسن لنا الخاتم. من هو السعيد في الآخرة ومن هو الشقي؟ الذي يأخذ كتابه بيمينه فقد سعد في الآخرة، والذي يأخذه بشماله فقد خسر خسرانا مبينا. ولهذا قال الله عن السعيد: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. طيب الشقي قال: وأما من أوتي كتابه بشماله، طيب ماذا يقول؟ فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى أنها الموت التي لا يقوم منها، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. لا تنفع هذه الأعذار، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. وفقني الله وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وختم الله تبارك وتعالى لنا ولكم بأحب الأعمال التي ترضيه عنا، إنه سميع عليم.